انت لو شفت اللي اسمه هيثم ده مش هتقول كده، دي شخصية صاحبة وراها المشاكل. يعني زي ما انت قلت بالظبط، اللي تتعامل مع واحد زي ده يبقى تقدر تعمل اي حاجة. على فكرة جاوبتك على سؤالك، استريحي بقى عشان ناخد رهونة. حاضر. على فكرة ما توجعش ولا توجع، يعني هتكون اكتر من العذاب اللي انا فيه. انت متشائمة ليه؟ انت كويسة؟ طب الطيب خاطري بكلمتين يا دكتور، انا فقدت السيطرة على جزء من جسمي، اللي في لحظة ما بيسيطرش على رجلي بيقع. طب ما هيش ممكن تقول نفس الكلام. ايوه بس ده جسمي انا مش جسمها هي، دي حياتي انا مش حياتها هي. عندك حق، هي الجسم الغريب في شخصيتك وهي اللي لازم تمشي. امشي اروح فين يا دكتور؟ ولا انت عشان قابلتها هي الاول؟ ايش ايه ده، انت بقيت بتعرفني اهو. عشان دي اول مره نتقابل فيها بشكل رسمي، قبل كده كنت بتكذبي عليا وبتقولي انك ملك. انا ما كنتش بكذب عليك، انا كنت بس بحاول احمي ملك منك. ما اعتقدش ان انا ممكن اذيها. اي حد يحاول يقرب الدنيتين من بعض يبقى بيأذيني وبيأذيها، وانا ما بسمحش بكده. وفي حد حاول قبل كده؟ كتير.